هنبدا نتكلم دلوقتي على البريكيال ارتري. البريكيال ارتري هو الارتر الرئيسي اللي ماشي في منطقه الارم لغايه ما يوصل تحت الالبو جوينت. كل ده كده بسميه بريكيال ارتري، اللي هو يعتبر امتداد الاكزيلري ارتري بعد خروج السابسكابولر زي ما قلنا قبل كده. اهم الفروع اللي طالعه من البريكيال ارتري، هنبدا بالفرع اللي طالع لقدام ده داخل تحت عضلة الكراكو براكياليس، ده اللي بيتسمى كرينيال سيركمفليكس هيومرال. بيبقى معاه نيرف، انا طبعا مش عايز ازود عليك الاسامي، بس غالبا الارتريز معاها نيرف بس مش شرط تكون بنفس الاسم. النيرف اللي معاه هو البروكسيمال ماسكولار برانش اوف ماسكولوكوتينيوس، يبقى ده اللي بيتسمى كرينيال سيركمفليكس هيومرال، طالع من قدام. الفرع اللي بقى دي على طول طالع لورا داخل على الترايسبس مع الراديال نيرف، مع الراديال نيرف. الفرع ده اللي بنسميه ديب بريكيال، يعني البريكيال يدي ديب بريكيال. لما ننزل تحت يبتدي يدي فرع تاني لقدام، دي عضلة البايسبس. الفرع اللي داخل عضلة البايسبس ده اللي بيتسمى بايسيبيتال ارتري، تقدر تقول النيرف اللي ماشي جنبه الديستال ماسكولار برانش اوف ماسكولوكوتينيوس، يبقى ده البايسيبيتال ارتري اللي داخل عضلة البايسبس. يرجع يدي تاني فرع من ورا، الفرع اللي رايح ورا ناحية الالنا مع الالنر نيرف، يبقى برضه هناخد كلمة الالنر بس هنزود عليها كلمة، يبقى اسمه كولاترال الالنر ارتري. كولاترال الالنر اهو، الارتري كولاترال الالنر، انما النيرف الالنر نيرف. بعد كده احنا قلنا قبل كده ان الليمف نود دي اسمها كيوبيتا الليمف نود. لو بصيت تحت كيوبيتا الليمف نود هتلاقينا انا هنا قاطع لك حته من البايسبس عشان اوريك في ارتري هنا بيمشي تحت، بيمشي لتحت قدام الالبو جوينت. الارتري ده اللي بسميه ترانسفيرس كيوبيتال، ترانسفيرس كيوبيتال ارتري، ده يعتبر من الشرايين الكبيره اللي طالعه من البريكيال ارتري. اخر فروع البريكيال ارتري لما ننزل بقى تحت القلب وكمان على منطقه الفور ارم، نلاقي المنطقه دي اللي فيها الانتر اوسيس سبيس بين الريدس والالنا، الانتر اوسيس سبيس بين الريدس والالنا. في المنطقه دي هلاقي فرع طالع من البريكيال ارتري اخر فرع ونازل لتحت اهو، داخل في الانتر اوسيس سبيس، داخل في الانتر اوسيس سبيس. بنسمي الارتري ده كومن انتر اوسيس ارتري، كومن انتر اوسيس. بعد خروج الكومن انتر اوسيس امتداد البريكيال ارتري يتسمى ميديان ارتري، ميديان ارتري. بقى ميديان ارتري ماشي مع الميديان نيرف في منطقه الفور ارم، وده هقول الكلام عليه لوحده.